اتجوزت ولد من الصعيد من ورا أهلها وهربت معاه على مصر. بعد شوية احنا في الشارع. ليه؟ انت بقيتي مرض رسمي يعني حلالي، وبعدين احنا صحيح ما عملناش فرح بس معلش هنتصور كمان اهو زي العرسان على الكوبري. وعشان يبني لها قصر عالي اضطر الجدع يسافر دولة عربية، ولما عرف ان بانسيون شيشة للستات بس سابها في شهور حملها الأولى، لكن أخوها ما سابهاش، فضل يدور عليها هو ورجالته. دي بقى سمسم، بنت فقيرة ويتيمة جت من الأرياف على مصر واشتغلت في مكتب ترجمة
وهتتجوز وبتحضر كمان لفرحها واللي جابتها البنسيون ولاء، وهي كمان اللي شغلتها معاه. ولاء دي بقى البنت المصرية الشامية الجدعة، فاتها قطر الجواز لكن لسه بتحلم براجل، راجل يحبها. أما دي بقى حكايتها حكاية، دي بيرو كومبارس وبتموت في السينما، وعشان نفسها تبقى نجمة ركبت كل صورها مع كل نجوم الفن، وبتدور على أي حد يديها فرصة. النهارده مخصوص عشان اديني طول عمرك. طيب فين السيناريو؟ هديهولك. اصل انا بصراحه قلقانه شويه من الوضع اللي احنا فيه ده. ليه بقى؟ لان لو حد دخل علينا من بره هيقول ايه؟ هيقول استاذ بيريع شويه؟ سيبك من كلام الناس يا بيرو، بقى طريق النجوميه معروف يا ماما. طيب ما تديني السيناريو بقى. تعرف انا هخليكي تعملي دور مين؟ ايه؟ دور مرات البطل. مفيش حد عمل الدور ده الا وبقى نجم. ربنا يخليك، ربنا يخليك، متشكرة قوي 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 بقى. لا بص انا هروح بقى اقرا واذاكر وكده وارجع لك بقى نتكلم. طب استني هنتكلم. طب كلمتين. لا اذاكر بس، اذاكر بس يا استاذ اذاكر. يا بنت الايه، معلش كلهم بيعملوا كده في الاول وبيجوا. كوكي دي أكتر واحدة شافت الويل في حياتها، سابت بيت أهلها من كتر الفقر والجهل، واشتغلت في حمام مغربي لحد ما احترفت المهنة وعرفت كل أسرارها. وعلشان بتحلم بالفلوس الكتير سابت عالم الستات وراحت عالم الرجالة. ايه كل الرجاله الورق دول؟ فين زمن الرجاله الحقيقيين؟ الله يرحم الرجاله الجدعان. دي بقى اخت امي الصغيره، خالتي صفيه، كانت راقصه مشهوره قوي والكل كان بيحلف براسها. حبت زمان راجل وحبها وعاشت معاه ايام حلوه، علشان كده لما مات بطلت رقص وقلبت شقتها بانسيون حريمي وسمته بانسيون شيشة.
الو، صباح الخير. والنبي يا حبيبتي تناديلي مثلين من التوار. قولي لها صافي. وانا بقى ليل، كنت بنت بسيطه جدا وحياتي كمان كانت بسيطه جدا. ابتسامتي عمرها ما فرقتني، ممرضه في العصر العيني، عارفه اني جميله وان الرجاله كلها معجبه بيا، لكن انا كنت بدور على حاجه تانية، كنت بدور على الحب. تعالي يا ليل. ورق الافراج بتاعك وصل، مبروك. والنبي صحيح، والنبي صحيح، مبروك. الحمد لله، الحمد لله. مبروك يا ليلى، مبروك يا حبايبي. البركه يا ليلى، الف حمد، الف شكر. مبروك يا ليلى، الف مبروك. مش قلت لك المره الجايه؟ هو مين اللي خد افراج؟ دي البنت ليل بتاعت عنبر المخدرات، والله العظيم فرحت لها قوي. والله العظيم ثلاثة دي غلبانة وتستاهل كل خير. مش معقولة ولا كل ما تجيلي تربطيني الرابطة السودة دي يا ولاد. أعمل إيه؟ مش ضمناك. لما نبقى نتجوز ابقى اعمل اللي أنت عايزه. قولي بقى، إيه حكايتك مع الست أسماء؟ أسماء مين وبتعمل إيه؟ البت من ساعة ما أنت جبتها البنسون وهي عينها عليا. الموضوع الأول كان عم مداري، بعد كده بقى كله على المكشوف. ولا يا بت عيب. يا بت أنا بحب ولا يا بت. يا بت ولاد صاحبتك. هي اللي معاكي معاها في نفس الأوضة كمان جوه البنسون. ولا كأني أقول لها حاجة. وبعدين يعني أنا في الأول والآخر أنا راجل يعني وبضعف، خصوصا لو مزة يعني. أوعي يكون كلامي ده بيسخنك عليها ولا حاجة لا سمح الله. هي خلاص أسبوعين وهتتجوز ودخول بقى وتسيبني. وأنت متضايق كده ليه؟ ماسكة عليك حاجة؟ لا بقى، لو على المسكن أنا اللي ماسك. بس أنا بقول يعني بلاش نسيح البت، ما كده كده هتغور في داهية. بت بت بيت ولا بيت بيت يخرب بيتك على مربوط. مرسي قوي يا ولا، بجد اللي انت عملتيه معايا ما عملهوش اخوات مع بعض. مش للدرجه دي يعني، سي نورمال على فكرة. سي نورمال؟ لا طبعا مش عادي خالص. يا بنت انت طلعتي جدعة قوي قوي قوي. وعلى فكرة أنا حكيت لعمر على كل حاجة أنت عملتيها معايا. ما كانش لازم يعرف كل حاجة عنك. خليكي كبيرة في نظره. لا 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 لا، أنا أحب بصراحة كده من أولها، أحكي له على كل حاجة وهو بقى يختار. يا عاجبه يا مش عاجبه. أوكي. استني بس. انا جبت لك الهديه الصغيره دي. انا مش هاخد حاجه شاريها لك خطيبك. خطيبي ايه يا عبيطه، انا جايبها لك بفلوسي، جايبها لاكتر اختي ليا في الدنيا. بس بقى يا رب تعجبك. سمسم، ايه رايك في علاء؟ رايي في علاء في ايه يعني؟ عايزه رايك فيه من غير ما تتكسفي ولا تداري. عايزه راي اختي في الراجل اللي انا بحبه.
خالد كان لسه دكتور امتياز، عجبني، اخدته من ايده ووقفت جنبه، ساعدته وعلمته وجرأته على الشغل. أشطر ممرضة جراحة في مصر، أنت أشطر منهم كتير في المستشفى هنا. مش عايزة أعرف رأيك فيا كممرضة، رأيك فيا كست. أنت ست في الدنيا؟ بجد والله اللي أنت عملتيه معايا ده ما يتنسيش أبدا، ده بين فرقتي طول العمر. أنا من غيري كدير ما كنتش اتعلمت حاجة. ممكن أسألك سؤال؟ سألي. عندك استعداد ترتبط بيا؟ اتجوزنا وعشنا أحلى سنين مع بعض وخلفنا مريم وخلصت الأيام الحلوة، طلعت من السجن بعد طول صبر، كانت مريم وحشاني موت، هي وخالد. مش نفسك اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجة. وفاء مدام ليل رجعت، اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجة، ادخلي خشي بيتك اتفضلي. دكتور خالد لما مش مسابش أي أثر وراه، باع كل حاجة، كان كل همه ياخد مريم ويروح حتة محدش يعرفهم فيها. أنت متعرفيش حصل لهم إيه بسبب القضية بتاعتك. ما تاكلي بالراحة بسروق على ايه؟ استنى انا اللي هفتح. ايا كان مين على البال، هنسل الشفشف بتاعي على دماغه. يا حبيبتي يا حبيبتي، وحشتيني وحشتيني قوي يا ليل، وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتيني قوي يا صفية. يا قلبي صفية تعالي، مش تعالي كده برضو، كده برضو يا ليل تهون عليكي صفية السبية والتجي كلها. 7 سنين يا حبيبتي محرومة مني، 7 سنين سايباني مقطوعة من شجر، محدش بيسأل عليا ولا بيعن عليا. لما
رميت حواليا شوية لقى كردون، قلت يعوضوني غيابك هجيب لك تاكي. لا أنا عايز ارتاح. بس واضح ان صفية بتحب ليل قوي على فكرة. حب خالص من غير بقى ولا شهوة ولا قرف. شكلك متعقدة قوي من الرجال. اكرهه. ايوه بكره الرجاله. الراجل بيتعامل مع الست على انها محل بقاله، ياخد اللي هو عايزه من عرف بضاعه ومعاه تمنها. ايه ده تاني يا عبير؟ رايحه فين؟ همشي يا عصام. اغزي الشيطان وارجعي بيتك اولى بيكي. البيت ده عمره ما كان بيتي. اخر حاجه حلوه بينا خلصت من زمان، ما بقاش فاضل مني غير خدامه. سبت اهلي ومشيت ورا كلامك. اخليكي نجمه، هكتب لك مخصوص. جوازنا هيحميكي من الوسط. كانت النتيجه ايه؟ جري جري الكاتب طول النهار يتكلم عن حريه المراه، لكن في بيته مع مراته شايف ان الست ملهاش غير بيتها وبس. هتلفي وترجعي. حتى لو هزف التراب مش هرجع لك تاني. هتزف التراب وهترجعي لي. اروح لهم عشان اشوف البيت، الواد يسيب شغله ويلزق لنا زي ما يكون هخطفها ولا هعمل فيها حاجه. انا لولا البت كانت بتبقى وحشاني ما كنتش اروح لهم ابدا عشان معاملته الوسخه دي. انا كمان بقيت مستغربه قوي في الفتره الاخيره. تخيلي يا صفيه، السنه بحالها ما يحاولش يجي يزورني، وفي الاخر اخرج الاقيه خد البت اللي حيلتي وطفش. تفتكر راحوا فين؟ ما يمكن شايف ان دي مصلحتها. يا ترى راحوا فين؟ انا ممكن يجرالي حاجه يا صفيه لو ما عرفتش مكانهم. بعد الشر عليك ان شاء الله. هو وبعدين برضو ما انتي غلطان، رحتي كتبتي له اللي وراكي واللي قدامك. شاق عمرك يا خايبه. كنت عايزه نعمل ايه؟ كنت بحبه، بعت اللي ورايا واللي قدامي كلها عشان خاطره. حتة الأرض اللي كانت حيلتي، على الفلوس اللي استلفتها منك، كنت عايزة أحقق له حلمه، أعمل له مستشفى صغيرة عشان يبقى دكتور كبير. صدقي الواد ده أنا عمري ما ارتحت له، ما دخلش قلبي خالص، ما أعرفش ليه، حاساه كده عيل سيس. أنا مش عارفة يا أختي أنت حبيتي فيه إيه، وما استغربش أبدا لو خد البت وخلع بيها. أنا كل الكلام ده ما يهمنيش يا صفية، أنا اللي يهمني بس بنتي مريم. أنا صبرت سنين كتير، خلاص بقى الصبر نفس مني، بس هيروح مني فين؟ إن شاء الله حتى أفتح المندل، المهم ألاقي بنتي. عايزة بنتي يا صفية، عايزة بنتي يا صفية. يا حبيبتي كفاية بقى قطعتي قلبي. اتفضلي اتفضلي. شكرا كتر خيركم. اوصلي يا بنات. على فكرة فرح سمسم قرب،
واحنا كنا وعدنا ان احنا هنرقص لها ونغني لها. اعمل ايه بقى؟ حظي وحش. المدام شكلها تعبان. ما تيجي تتفرجي، دول بيرقصوا رقص كيف الرقصات. على فكره احنا سمعنا انك بتعرفي ترقصي احلى كمان من صفية. لا مفيش احلى من صفية عمران. انا طبعا مفيش زي، بس ليل بقى بنت اختي تربيتي واحسن مني كمان. لا تقولوا صفية عمران ولا صفية زغلول. مط يلا يا جماعه الاغى الدانس او النبي بليز، ده فرح عشان خاطري، عشان خاطري. يلا بقى وريني رقصي. هغير وهطلع وراكوا. حاضر. طب تعالي انت. طب سيبوها تغير. طب تعالي انت. يا شكلكوا حكومة خير. أؤمرني. شفتك فين قبل كده؟ معاك الطابت؟ بطاقة إيه اللي أنت بتسأل عنها؟ هو أنت جايبني من على المواسير مثلاً؟ اتكلمي عادي لبيت الأحباسك. خفت أنا. أنت قلت الأدب وليلتك صدى معايا النهاردة. في إيه؟ في إيه يا أمين محمود؟ بتتخانقوا مع الفنانة ليه؟ في حد برضو يتخانق مع بتوع السيما؟ مين صاحبة الزفت البنسيون ده؟ أنا يا باشا صاحبة الزفت البنسيون. جهزي لي دفتر النزلاء وبطايقهم، وآخر ست أشهر أنا هرجعهم بنفسي، وبلغي الهوانم والمدمظلات اللي عندك إن أنا أفتش وقت ما أحب. على دماغنا يا باشا، بس ده مكان محترم مش غرزة، يعني الدخلة فيه تبقى بالهداوة. يلا رجالة. بالسلام. لكن قرف شكلك. الغربال الجديد، اصحاب المحلات كلهم بيشتكوا منه، اما نشوف اخرتها. المهم روحي جهزي روحك انت عشان تروحي مع ليل. عايزه يا ست تروح نقابه الاطباء تجيب عنوان دكتور صاحب جوزها، اما نشوف هنعمل معاه ايه. وانا هقعد مع امان واستنى المخفي لحد اما يجي قال ايه يراجع الدفاتر. لازم انزل اصرف حواله بعتها لاحمد. معلش. المهم خدي بالك من روحك ومن اللي ببطنك.
ده هي يعكنن مزاجك زي ما عكننت مزاجي. البنت اللي جوه دي اتأخرت كده ليه؟ جايز عنده كشف. الحمد لله اني افتكرته. هو اقرب واحد لخالد، اكيد يعرف كل حاجه عنه. حضرتك ما تجيش هنا تاني. طبعا لو قلت لك اديني نمرته مش هترضي. اسفه ما عنديش تعليمات ادي رقم الدكتور لحد. انا مش عايزه منه حاجه، انا عايزه اعرف طريق بنتي مريم. دي نمرتي، خليه يكلمني من فضلك وقولي له كمان يتعدل كده وبلاش شغل الخيالات ده. كنت بتبرع من المستشفى عندي بأدوية لدار مسنين جنبية اللي عندهم شيخوخة. يوميها كنت رايحة للأغذاخانة اللي جوه المستشفى عشان أخد الحاجة وأروح بيها. لقيت الدكتورة فاطمة خارجة بتجري ومتاخدة. ساعتها معرفتش ليه. معلش انا اسفه بابا تعبان، صندوق ده جوه عندك على المكتب، انا لازم امشي حالا. ابني طمنيني عليه. الشنطة بعدين. مين سيادتك؟ مصطفى درويش معاه مبعث الاسم. هو في حاجة؟ بتاع الشنطة بعد اذنك. ايوه في حاجة يعني؟ الشنطة يا مدام. اتفضل. ايه الكارتونة دي؟ أدوية. يعني بتاعتك. ايوه بتاعتي. جدول قالي مش دي اللي بتروح للمستشفى ب2 جنيه وبعد كده لصاحب المزاج ب200 جنيه؟ تجارة ولا تجارة البودرة؟ بودرة ايه؟ الكرتونة دي مفروض يبقى فيها ادوية ضغط وسكر، بوديهم لدار مسنين جنبينا هنا. لو مش مصدقني اسأل الدكتورة فاطمة. فاطمة والمفروض في الاسم بقى الكلام ده. هات يا ابني والحرز على الاسم. يلا اتجار في مواد مخدرة وادوية مدعومة. خالد جاب لي محاميين كبار بس كنت خلاص لبست التهمة. أنا كنت مديرة المستشفى. أدوية الجدول دي كانت في عقدتي. لبست 10 سنين سجن وخرجت بدري لحسن السر والسلوك. بتمنى من ربنا ألاقي بنتي وأشوفها. إن شاء الله تلاقيها. إن شاء الله تلاقيها وتفرحي بيها. تعالي نعدي. ألو؟ ثانية واحدة. بقول لك ايه؟ وحيدة تقول لسه ان انا جاية له حالا، وادي الموبايل ده لمنى شلبي عشان عمال يرن من الصبح. الو ايوه يا استاذ فوزي. اهلا اهلا وحشني والله. فينك يا استاذ؟ تصوير؟ طبعا انا جاهزة انا جاهزة. حضرتك عارفني يعني بيسموني عبير دليفري كده.
ماشي يا استاذ، ان شاء الله. ماشي يا استاذ، مع السلامه. وشك حلو عليا، وشك حلو عليا. جالي شغل، جالي شغل. وبعدين ايه بقى، محتاجين نشتري بقى هدوم كتير قوي قوي عشان ما عنديش حاجه خالص اشتريها. فما تعالي معايا. والله فكرتيني، انا كمان محتاجه اشتري هدوم كتير. طيب تعالي نروح المحل ده. انا جايب لك زبون ما بيجيش غير مره واحده بس في العمر. زبون بيحب يكون اول واحد في حياه اي بنت. هجيب لك منه 5000 دولار ويمكن اكتر. مش اول مره برضه ولا؟ ثانية واحدة بس عايز اوريكي صورة حلوة كده. الله، نهارك اسود يا نهارك اسود. يا نهارك اسود يا نهارك اسود. الله يخرب بيتك، انت ما عندكش دم. حرام عليك، انا يوميها زائدك وجريت. انا عارف ومصدقك، بس الصورة ما بتكذبش. انا ما حصلش بيني وبينك اي حاجة. حرام عليك. طبعا 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 ما بيحصلش بيني وبينك اي حاجة. اسمعي الكلام والنعمة هتنبسطي. انا عايز افهم، انت هتستفيد ايه لما تفضحني؟ مفيش فضايح ولا عارف. فضايح يا ربنا ما يجيب فضيحة. كل ما هنالك يعني طول ما انت فاضيه بقى حتى عليا انا قاعد لوحدي. لكن لو ما عملتيش كده هتبقى هي دي الفضيحه. هبعت الصوره لخطيبك وما تسالنيش اعرفه ازاي ان اسمه زي الطبل في الزقازيق. تعالي نقعد شويه. تعالي قصر وقليل ادب. سافر بيت. خدي طبعا مجنونه، خدي اما اقول لك. استني خدينا معاكي. استنوني. مالك يا بنتي بتتنطي كده ليه؟ ابدا مفيش حاجه. يعني ايه مفيش حاجه؟ ده انتي بتتنطي ولا من الكهرباء؟ تعبانه، حمل تعبني. هو الواد الرمى اللي تحت ده ضايقك في حاجه؟ سيبك منه، ده واد زبالة. الدنيا كلها بقت زبالة. انا بس صحيت تعبانه شويه وعندي مغص كده، قلت اشرب حاجه سخنه اخد دواء وارتاح شويه. اغرف لك. اغرف يا حبيبتي. ما احنا مش هنستنى ولا؟ لا بقول لكم ايه، انت هتستنوها ولا ايه؟ ولا ما لهاش اي مواعيد، لو هتستنوها هتصوموا. انت بتاكليش ليه يا كوكي؟ اوه
ايه يا لهوي في ايه؟ كوكي الحقي كوكي اسمك كوكي مالها دي؟ ايه دي ايه؟ باي 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 مالك يا كوكي؟ كوكي انا رحيم حبيبتي ربنا يستر. بس كنت طلبتي مني الليمون من اسبوع؟ خدي يا ستي. ما لسه بدري. انا عايزه افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ دعاية قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيتا بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زياره عائليه. عائليه؟ اه مش قادره كعبي هينخلع مني. هو انا هخش عند الدكتور امتى؟ معلش يا روحي استحملي يا اختي شويه. تعالي على نفسك ربنا على القوي. اصلا يا اختي متجوزه ارهابي بعيد عني عرف بس ان رجليها خدت عتبه الباب يا لهوي اتجنن كسر البنت على الاخر اهي. ما تنفعش تاني البصله. ما تهدوا بقى يا جماعه الابله دلوقتي هتدخلكم للدكتور. كده يا ابله. حاضر يا جماعه لحظه واحده. اه يا حبيبتي ما الدكتور لازم يتصرف. امال البنت موجوعه على الاخر. يا جماعه حرام عليكم مش معقول كده. ست البحرين الله قولي حبيبكم ايه؟ احنا لسه هنستنى على بنت شويه. انا اسفه يا خيري بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليل. انا ما اعرفش خالد فين. انت ما فهمتش. شبشبه وهنشبشب، خناق وهنتخانق، قله ادب وما فيش اكتر منها هنا وفي البيت. وهي مش هتخسر اكتر من اللي خسرته. اه ده غير الفضايح بقى والجرس. فضيحتك هتبقى بجلائل قد كده والناس هتبطل تيجي لك العياده هتشطب. طب ليه كده ليه؟ مشكله بينك وبين خالد. انا ايه ذنبي؟ عايزه بنتي يا خيري. وصلني لخالد. انا عارفه ان انا عملت له فضايح ومشاكل كتير بس ما توصلش ان هو يمنعني عن بنتي. انا بترجاك دلوقتي يا خيري اقسم بالله العظيم وحياة حبستي في السجن ظلم. لو راست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد اذنك؟ اديني فرصه وانا هبقى اكلمك. انا استنيت كتير خلاص وصلت لاخري. حسن تليفونك. ما تتاخرش. لملي الناس دي انا مش عايز دوشه وعايزين ننجز عشان النهار بيقع. يلا يا بيه اتفضل. الصوت يا بيرو. قلت لي اجي ليه طالما مفيش تصوير؟ يا حبيبه قلبي هو في تصوير من غير اتفاق؟ انت المره اللي فاتت خدتي الورق وجريتي حتى ما اتكلمناش في الدور. دور ايه؟ دور ايه حرام عليك ما تقولش دور. ده كف صاد كومبارس صاد. قعدت تقول لي مرات البطل ودور عمرك وفرصه حياتك. انصبوا لنا الكريم بره يا جماعه بسرعه. يا استاذ شوف يا حبيبي ده اللي كنا هنتفق عليه. نزود لك شويه كلام شطات مع البطل. وانا لو ما عملتش ده بنفسي هيفضل الدور هو هو كومبارس صامت زي ما هو في الورق بالظبط. طيب هو انت تقدر تعمل ده بنفسك؟ مش ده شغل المخرج والكاتب؟ المخرج يا جماعه الفيديو اسيست يطلع للمخرج بسرعه. روح يا حبيبتي للاستاذ المخرج خليه يغير لك كل حاجه انت عاوزاها في الورق. بس اوعي تنسي ان انا المنفذ ولازم احط لمستي.
يعني هتلفي تلفي وترجعي. البوفيه بقى عشان ريقي نشف. أهل الفن وآخر الليل. السيمة حلوة واللي فيها أحلى. هي دي الرجولة صح. تصدق بيه؟ أنا كنت فاكراك بني آدم. أنت بتكلمين أنا يا بت؟ ليه؟ هو أنت بني آدم؟ لا، موتوسيك. يا أخويا يا ريت، ده حتى الموتوسيك بيسخن أكتر منك، بلا نيلة. شفت البيت صلاة العامة بتكلمني إزاي؟ أنا لو عايز أخرجها أخرجه من النهاردة قبل بكرة، بس القانون بقى، القانون لا يعرف السكان ولا أخلاق السكان. فكرة بنات الرقاصة دول كلهم نسوان شمال، طول ما هم في السنة ربنا مش هيبارك لنا أبدا. أحلى كلام قلته حاج عبد العزيز، هو ده الكلام. نعمل إيه يا علوة؟ الرقاصة لازم ترحل يا معلم. مالك اتخضيتي كده ليه؟ لا ما اتخضيتش ولا حلو، اتخض ليه عادي؟ مش هتطلعي ولا إيه؟ لا مش هطلع، أنا طالعة السجن. في إيه يا باشا؟ في إيه؟ مالك قفشة كده ليه؟ مش قفشة ولا حاجة، بس صراحة يعني راجعة مش شايفة قدامي وانت شكلك رايق صراحة. راجعة مش شايفة قدامك منين كده؟ لا يا باشا، لغاية هنا وستوب بقى، الحكومة ملهاش تسأل رايحين فين وجايين منين؟ ولا انتوا فاضيين يعني فوقتوا تتسلوا؟ الحكومة ما تسألش. لم روحك ولا اخدك افقشك ولا عشان اتبسطت معاكي حد اتجرأي عليا. عليك يا بنت بالراحه يا اخي بيت البديل والله العظيم غير لا يلا البرنس ده هعمل مساج عليه ازاي؟ لا لا انت مجنونه، هو كده حلوه قوي ما تعرفيش بقى. انا مش فاهمه انت هتتجوزي ازاي منكوسه وانت كده. انا عمري ما حد لبس جسمي. بس ما بلاش السهوكه. ايه مفيش راجل لمسك؟ انت مجنونه؟ لا طبعا، ده هي مره وحيده عمرو جه يحاول يبوس ايدي كنت هقع فيها. قعد يضحك عليا. اصلها عروسه بشمع المصنع مش زي العرايس اليوزد. رايحه فين؟ جايه جايه. والمساج؟ انا بقى اللي حامل لك مساج. لا لا ما تهرجيش. لا 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 لا. اصلها عروسه بشمع المصنع مش زي العرايس اليوزد. مش زي العرايس اليوزد. ايه ما فيش عفه؟ بتشوحي لمين؟ انا مش فاهمة. روحي رد السجون. روحي ضمك لما تيجي رد السجون دي هتعمل فيك ايه؟ الحقوني. انا هحرق لك السجون. الحقوني يا صفية. بعدينا كده ونطلع على اي مكان في بحر وننزل بهدومنا. يا اختي نفسي اخلص من الهموم اللي جوايا واغسلها. نفسي اغرق يا صفيه، اغرق. وانتي يا بيرو هتروحي للمخرج بتاعك يغرقك انتي التانيه؟ هروح مشوار وبعدها هاخد دور يقدمني. مشوار ويعدي، لكن الدور ورا دور تاني ودور تالت ودور رابع. هي عمارة وبتطلع، صدقيني بعدها لا في دور تاني ولا دور تالت. ايوة يا بيتي يا بيرو تكوني بتضحكي عليا وما انتش غاوية تمثيل، تكوني غاوية مشاوير. مشاوير ايه بس يا صفية اللي انا غاويها؟ انا ما شفتش بالرجالة حاجة عدلة، ما بيشوفوش مني غير جسم ست وبس. اولع في نفسي يعني عشان يرتاحوا؟ بعد الشر عليكي حبيبتي ان شاء الله امك. ما الست مننا لو ما حستش مع الراجل بالامان يبقى مالوش لازمه في حياتها. انا بقى غيركم كلكم، انا اخترت راجلي بايدي، علمت كل حاجه على ايدي، عشان كده ما كناش بنبعد عن بعض لحظه واحده. تحب الراجل يحبك بس وانت بتحبيه ما تنسيش ان هو عيل، كتر الدلع بيبوظه
بس احنا بقى اتخلقنا علشان ندلع الرجال والرجاله تدلع. يا واد يا واد. وفي اللي ما دلعتوش امه بس ردعته المرجله كلتها. راجل يفدي الست بدمه بس يطلب دمها لو عصته. يعني ايه راجل؟ انا عمري في حياتي ما قابلت راجل. ده لي زمن الرجاله ده انتهى خلاص. انا بقى قابلته، كان احسن راجل، حبني زي ما انا، رقاصه، راجل حلو وجدع وحنين، وفي لحظه راح وما لقيتش راجل يملى مكانه ولا يرضى بيا زي ما انا. واضح انه كان راجل عظيم، بس الرجاله دي خلصت خلاص. وضعت الرجاله بقى وسيرتها بقى، البنت فرحها بعد يومين وانتوا قاعدين تتكلموا على الرجاله. فرح ايه بقى؟ انتوا خليتوا فيها فرح؟ ده انتوا كرهتوني في الجواز. هو انت فرحت بعد يومين؟ اه. امال ايه اللي بعد 10 ايام؟ ده كاتب الكتاب في الازهر، بعد منها هيسافروا يقضوا شهر العسل، انما الليله الكبيره بقى في الشبك بعد يومين. ما تزغرطولي بقى كده وافرحولي. العريس ايه؟ شفت العروسه بتقول للعريس ايه؟ اتدلع يا عريس يا ابو السنايله، اتدلع يا عريس وعروستك نايلون، اتدلع يا عريس يا ابو السنايله، اتدلع يا عريس وعروستك نايلون. عند بيت ام فاروق هاي هاي، والشجره اقترحت برقوق هاي هاي، احنا عرسنا بنت وذوق ولسه عروسة يا
يا لهوي الحقيني الحقيني يا في مالك حصل ايه؟ طب ما نجري بيه على المستشفى يا بنات. اسكت مش هنلحق الميه نازله. حنولدها ولادها فوق. يا لهوي. يلا يا امان يلا. اصبري اصبري شويه امسكي نفسك. يلا حبيبتي يلا. يلا حبيبتي يلا حبيبتي. تعالي عيالك يا ماما يلا. يلا يا اختي يلا. يلا يا حبيبتي ارجعي معايا شويه. يلا يا اختي انا بقالنا 5 ساعات. يلا حبيبتي يلا. يا جماعه الميه. الله أكبر بنت زي القمر. سامالله دي اشيلها شوي. القمرات زادوا واحده يا ناس يا خراسي. حد ياخد التليفون ويبشر ابو العروس قولوا له جات لك قمرايا يا خراسي يا ناس. في حاجه حصلت لازم انا اقولها لك. مذكور اخوي عارف طريقي. كوكي يا نهار اسود. كوكي 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 فوقي. يا الدوره جات لك ولا ايه؟ ايه كل الدم ده؟ قومي قومي تسلمي عليا. قومي قومي. تعالي بالراحه بالراحه بالراحه. ما قلنا تروح الدكتور. لا حول ولا قوه الا بالله. تعرف يا امشي انت تعبانه والنبي خليهم في الفرح. طب انت ليه ما رحتوش الدكتور يا حبيبتي؟ رحت. قال لك ايه؟ طلب مني اشعه وتحاليل اعملهم واوديهم له. ما تجيبيش سيره يا ليلى. خليهم فرحانين زي ما هم. الو خالد. ايه يا خالد؟ اخيرا اخيرا الحمد لله. وانت كمان وحشني قوي. ومريم وحشاني جدا يا خالد. انت فين؟ انا عند صفية. فاكر العنوان؟ رجعت لي من المدرسة وهي بتعيط. قالت لي انت بتكذب عليا يا بابي. مامي مش مسافرة، مامي في السجن. مامي وحشة. كان ممكن اروح المدرسة واطبقها على دماغهم، بس خلاص مبقاش لي لازمة. عزلتها على الناس كلها عشان ما اسمعش عنك اي حاجة وحشة. رحت المستشفى والعيادة والبيت كله في يوم واحد، حتى العربيات. خدتها ورحنا نعيش في وسط ناس ما يعرفوش عننا اي حاجة. مريم بتحلم بيكي كل يوم الليل. بجد يا خالد؟ انا عايز اشوفها. بس كده. الحين في شرم الشيخ بقى يومين مع صاحبته. وديني عندها يا خالد. وديكي ليها فين؟ بالراحة بس. احنا هنقول ان انت راجعة من السفر وانا كمان يومين اول ما ترجع خدها ونطلع على المطار نستقبلك. تكوني انت محضرة شنطة فيها شوية هدايا كده. ويبقى كل حاجة مشيت زي ما انا مرتب لها بالظبط. ممكن تكلمها في التليفون. ما تقلقش انا هسمع صوتها بس مش هتكلم خالص. الو. ايوه يا بابا. حبيبه قلب بابي قولي لي اخبار البحر ايه؟ شرم الشيخ حلوه قوي يا بابا. كلمني بقى. مش عارف ايه اللي حصل. مش عارف يلا يلا صح.
للأسف الأشعاعات والتحاليل بتقول إن عندك ورم كبير على الرحم ويفضل استئصاله، وده هيبقى في مصلحتك. ما تقلقيش، ده هيتم بسرعة، ويفضل إن احنا نشيل الرحم كله. ده قضاء ربنا وإن شاء الله هتخلي. حظك وحش، سواء مع الأستاذ اللي اتجوزتيه أو مع الأساتذة اللي قابلتيهم بعد كده. يا بيرو، ممكن أي حد يوعدك بفرصة، لكن مفيش حد يقدر يوعدك لا بالنجاح ولا بالرزق. الاتنين دول مش في إيد أي حد، لا المخرج ولا المنتج، دي حاجة بتاعت ربنا. انتي ممكن تعملي كل حاجة حلوة ووحشة وما تبقيش نجمة، وممكن في لحظة تتفتح قدامك أبواب الجمهور وتبقي نجمة النجوم، والفلوس تنزل على دماغك زي المطر من غير حساب، وفي الآخر مش هيفضل لي غير احترامك لنفسك. بس أوعدك إن أديلك فرصة في الفيلم اللي جاي، فرصة في التمثيل مش في حاجة تانية، وعلى قد قدراتك في التمثيل مش في حاجة تانية. ده تليفوني اللي بيكلميني في شهر 5، وامشي بقى علشان صدعتيني وفركشت وعايز اروح. شكرا يا استاذ. حرام اخيط وحش عم بيوم قوي الحمد الطاقة
طمع وساعات بنرضى يا دوب نعيش. احنا الحياة لكن بتضعفنا الحياة وكتير بتكسر نفسها مستقوين من كتر خوفنا من السنين عايشين ندارف ضعفنا. احنا الحياة لكن بتضعفنا الحياة وكتير بتكسر نفسنا مستقوين من كتر خوفنا من السنين عايشين ندارف ضعفنا. لا طولنا قوة ولا طولنا ضعف عايشين بنرقص عالسلالم كلنا. احنا اللي لو ساكنين في قصر يهمنا نسكن في حضن واحنا اللي ندفع عمرنا كله عشان حبة حنان. ممكن نبيع كل الحياة والدنيا لما نلاقي حد يخاف علينا ونبتدي نعرف معاه طعم الأمان. عايشين بنرقص عالسلالم كلنا. ووفق طلب الدفاع عن المتهمات تم تحويلهم للطب الشرعي الذي جاء في تقريره أن المتهمة أسماء رمضان عبده هي فتاة بكر رغم ادعاء أحد المضبوطين مباشرة علاقة كاملة معها. كذلك عدم إمكان معاشرة المتهمة أماني علي المرسي بسبب ظروفها الصحية إضافة لتأكد دخول مجموعة المقبوض عليهم من الرجال للعمارة معا بينما تم إنكار علاقة أي منهم بالآخر وهو ما يوحي بخلل في الاستدلال. حكمت المحكمة حضوريا في القضية 114 أداب ببراءة كل من صفية حسين عمران وليل جمال عبد العزيز وأماني علي المرسي وعبير السيد أحمد وولاء سعد مختار وكريم عبد الرحيم صالح وأسماء رمضان عبد رفعة الجلسة. خرجنا من الحبس الحبس أكبر. حبس أكبر ليه؟ إحنا كلنا طلعنا براء يعني اللي هيجيب سيرتنا هنسيبه يتكلم يا صفية هنسيبه يتكلم وهنعمل نفسنا كمان مش سامعينه. إحنا خرجنا بتقرير الطب الشرعي براء مين بقى اللي هيقراه؟ نزلنا من العمارة هنا ملفوفين بملايات معانا سبع رجالة هتكذبي كل ده؟ عمري بعتلي وقال لي الحمد لله ان احنا ما كتبناش كتاب. انا فضلت حافظ على نفسي كل الفترة دي ومتخلي بستقضي الدار. احنا كلنا توحلنا في الطين. كفارة ايه؟ مش عايز ندخل ولا ايه؟ امال لو ما كانش الواد موسى قال في التحقيق انه تالت مرة يجيلك
وان المره دي يوم ما دخل عليكي كنت ملفوفه بالبشكير وبترقصي قدام المرايه. انت عارف الكلام ده كله كذب. والطب الشرعي بقى مش شرعي. احنا اللي بينا كان ودي كان شرعي. اللي بينا ما كانش ودي يا علاء. انا مراتك قدام ربنا. توكلي على الله. شوفي لك باب غيري وخبطي عليه. بقول لك على حاجه، روحي الواد موسى. موسى حلو. جالك مره وجالك اتنين وجالك تلاته، خلاص بقيتوا معرفه. قولك يا بوي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربك يسويها. يسويها كيف؟ دي اتنشرت في الجرانين يا مذكور يا ولدي. إن بعض الظن اسم، ولا أنت هتتلكك لها لقد ما اتجوزت ولد أبو دراع؟ نتلكك وإيه يا بوي؟ ده عرضنا عرضنا. هسوي إيه يعني؟ مال داني غرقاني في الروبة الراسي. وما تخافش هتجيني حية، ومحدش هيمد يده عليها، لا ولد عم ولا خال. كل نفر أولى بلحمه. هتسوي ايه يا ولد الفجرية؟ حق الله وربنا يجوينا على الحق. وهو عرف منين ان الزفت اللي كان عندك اسمه موسى؟ ده احنا نفسنا ما نعرفش اسميهم من بعض. وهو عارف منين اصلا الكلام اللي قاله الزفت موسى ده في التحقيق؟ علاء يعرف اللي حتى البوليس ما يعرفوش. ده كأنه كان موجود معاهم وعارف اللي عملته في الحيوان اللي كان في الأوضة، وعارف كنت لابسة إيه قبل ما يتقبض عليا. طبعاً قال الكلام ده وهو مش واخد باله إنه محدش يعرف الكلام ده غيري أنا والحيوان ده. يبقى إحنا كده عرفنا حقنا عند مين. بس المرة دي بالدم يا علاء، والله العظيم بالدم. قومي افتحي الباب يا بيرو. مين حضرتك؟ أنا الدكتور خالد. طليق مدام ليل. ازيك يا خالد؟ هو احنا عملنا لك ايه يا ليلى عشان تعملي فينا كل ده؟ ما كفاكيش تعطيها في قلب البنت اللي ما بتحبش حد في الدنيا قدك؟ انا عملت لك ايه؟ انا سبت الدنيا كلها عشان خاطرك يا شيخه. ما حبيتش قبلك ولا هعرف احب بعدك. دعاره دعاره يا ليلى. المخدرات كانت ارحم يا شيخ. اروح فين دلوقتي؟ اروح فين؟ البنت وسابت كل اللي تعرفهم عشان مش طايقه تستحمل كلمه تقطع في لحمها عنك، ودي كانت مخدرات. دلوقتي بقى هيقولوا لها ايه؟ يا شريفه انا ما عملتش حاجه. طول عمرك تعرفني. حرام عليك، اوعى تظلمني انت كمان. وحياة بنت نمريه. كفايه وحياة بنت نمريه. ما عملتش حاجه. ابعد عننا يا ليل. ابعدي على قد ما تقدري. يا خالد انا بقول لك والله العظيم بريئه. وحياة مريم بنت بريئه ما عملتش حاجه. الله يسامحك يا شيخه. وحياة مريم ما عملت حاجه. وحياة مريم ما عملت حاجه يا خالد.
فيك يا ماما، انت وحشة. ليه بتقولي كده يا مريم؟ أنا بحبك قوي مريم. أنا مش قادرة أقولك، أنت عارف حاضني يا حبيبتي. كل أصحابي يقولوا عليكي إنك ست مش كويسة وبتعملي حاجات وحشة، ليه كده يا ماما ليه؟ ما صدقهمش، كذابين والله العظيم كلهم كذابين. ماما أحسن واحدة في الدنيا، أنت أغلى حاجة عند ماما. مريم تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضني. لا يا ماما مش هجيلك، أنت وحشة، ست مش كويسة، ليه يا ماما بتعملي كده معايا؟ مش هجيلك، مش هجيلك. مريم، مريم، مريم تعالي هنا، كلهم كذابين. لازم انزل من الكلب اللي تحت ده. تنزلي فين؟ ده تعبانه، تنزلي تروحي فين؟ لازم انزله، لازم انزله يا صفية. يا سمسم بيرو، ايه ايه صلوا على النبي يا اخوانا، في ايه؟ اسمع يا زمان، انت احنا خلاص عرفنا ان انت اللي عملتها. حاجه واحده بس اللي عايز اعرفها، انت عملت كده ليه؟ انت كده كده ما عندكش اختيارات، ورقبتك اقل تمن على اللي عملته فينا، فاتكلم قبل ما تبطل تتكلم خالص. انت هتقطعوا لساني ولا ايه؟ اسمع انا، انت ايه يا اخي؟ شيطان، انت ما عندكش دم؟ وسختني ووسخت سمعتنا، اترحم على روحك يا رب. انت حتى الرحمه ما تقصي. وانا هتكلم بس بشرط، انا لسه اسماء وولاء يسيبونا لوحدنا، وانا اقولك على كل حاجه. دخلنا شغل التعابين وماله؟ احنا واخدين على شغل التعابين وشاربين سمه من زمان. اطلعوا على فوق يا بنات، اطلعوا على فوق. ماشي، يلا يلا يا ولاء، يلا يلا. ها هما بيعملوا كده عشان خاطر اللي كان بيني وبينهم. انا جايز اكون غلطت معاهم، ما انكرش، بس يعني ما كانش في حد مضروب على ايده. وبعدين يعني ما انتوا ستات اهو، ما قربتلكوش، مع انكم يعني من غير مؤاخذه شد منهم بكتير. بكره هتعرفوا بالظبط مين اللي عملها، وتعرفوا مين اللي باعكم على حق. اقسم بالله يا علاء، لو ما عرفت بكره مين اللي عمل كده الحكومه خلاص عليك. كنت هغزه بالسكينه في رقبته، كل اللي قاله تعالوا لي بكره وانا اقول لكم مين اللي ورا القبض عليكم. وصدقته؟ بكره مش بعيد، بس بعد اللي شافه منه النهارده اكيد هيخاف المره الجايه. هقتله بجد. ايوه بس انا السكينه بتاعتي وقعت عنده في المحل، تفتكري ممكن يستغلها ضدنا؟ طبعا ده وسخ، تعالي نجيبها. يا جماعه اهدوا شويه، ما ينفعش تحسسوه انكم خايفين من اي حاجه، لانه هيساومكم بيها. ده كلب، وبدل ما كان هو اللي مش عارف يعمل ايه عشان يسكتكوا، هنبقى احنا اللي مش عارفين نعمل ايه عشان نسكته. طب وما قالكمش هو كان عايز كل لوحديكوا ليه، وما كانش عايز نبقى موجودين معاكم؟ سامحيني يا بنت بوقي، سامحيني.
في المنور يا باشا. أكتر من طعنب على حد ده. ده قتل غيظ ده. ظهر كده باشا. ده الهارد بتاع كاميرات المحل يا فندم. حرزه ووديه مكتب المباحث يتفرغ وبعدين نشوفه. الكولي ده بعد ما البحث الجنائي يرفع البصمات اللي عليه خده وحرزه وقعدوا عن مكتب المباحث. حلوة أوي الشنطة دي. باشا يلا بينا. احكي لي بقى موتوا ليه؟ احنا كنا نتمنى نقتله بس ما قتلناهوش. يعني رحتوا له بسكين او صاعق عشان تلعبوا معاه؟ لا، عشان نعرف مين اللي زقوا علينا. وقال مقالش فقتلته؟ ما حصلش والله العظيم. ما عملت له حاجة. يبقى ليل ولا انا ولا ليل. احنا طلعنا وسبناه صاحي زي القرد. هو انا ليه حاسك من اول التحقيقات انك شمتانة؟ كل واحد ياخد اللي يستحقه. ربنا ما بيسيبش. كلهم قالوا العودة تبتع شبكتك. ده أكيد وقع مني لما كنت في المحل لما رحنا له. يعني السكينة اللي عليها بصمات إيدك دي جت إزاي؟ وإنتي ممسكتهاش؟ معرفش. طب ليه كنت مخبيها في أوضتك؟ والله العظيم أنا ما خبيت حاجة. السكينة وقعت من عبيه في المحل عند علاء. بعد كده معرفش إيه اللي حصل. وبعد ما رجعتي من عند علاء نمت. كنت تعبانة قوي. حطيت راسي على المخدة ونمت. قررنا نحن واحمد عادل رئيس نيابه قصر النيل احاله كل من ليل جمال عبد العزيز وعبير السيد احمد الى محكمه الجنايات متهمين بالاشتراك الجنائي في قتل المدعو علاء حسن القرش. وحيث ثبت بالدليل القاطع اشتراك المتهمتين الاولى والثانيه في قصد قتل المجني عليه واشتراكهما في الهجوم عليه وتعذيبه بصاعق كهربائي ثم قتله طعنا بالسلاح الأبيض حتى الموت، فقد قررنا الآتي: إحالة أوراق المتهمتين عبير السيد أحمد وليل جمال عبد العزيز إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي.
اتفضل معليك. اول حمام مغربي حريمي في وسط البلد وصاحبته واحده ست. حمام مغربي وحريمي وفي وسط البلد؟ مش اي حمام يا باشا، ده في شويه نسوان تحل من على حبل المشنقه. ماشي، هبشوف الموضوع ده بنفسي. قلت لي بقى بتعرف الحمام ده اسمه ايه؟ كريم عبد الرحيم صالح يا باشا. كريم عبد الرحيم صالح. كريم عبد الرحيم صالح، حلو قوي الكباب والكفته دول، جبتهم منين؟ يا سلام، كريم عبد الرحيم صالح. شغل كده. ده كلام جميل جدا. عايز تعمل فينا ايه اكتر من كده يا حضرة الضابط؟ مش كفايه اللي خدته؟ ما بقاش فاضل حد، البنسلون خرب. ايوه كده. هو في ايه يا حضرة الضابط؟ واخد معاك دي ورايح على فين؟ حضرتك رايح فين؟ يا أستاذ حضرتك عايز مين؟ كريم عبد الرحيم صالح. يلا بينا بقى عشان نلحق نوقف نفيس حكم الأحباب. نلحق أصحابك الغلابة اللي كانوا هيموتوا بسببك ظلمة. وطبعاً أنت حلوة هتقولي لي على كل حاجة. أنت عايز مني إيه؟ أنا ما قتلتش، ما قتلتوش. يلا. قولي لي بقى يا كريمة كل اللي حصل وبالتفصيل. كلمني صاحب الاسبا وقال لي انه في شخص مهم قوي هو عاوزني اقابله وانه هيديني مبلغ كبير. رحت قابلته وكانت المفاجأة ان الشخص ده طلع علاء. اكتشفت انه هو يعرف عني كل حاجة، يعرف انا بروح فين وباجي منين وباخد كام. طلب مني طلب غريب قوي. تاخدي 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ بس تسلمي النسوان البنسيون كلهم. يعني ايه؟ عايز تعمل لهم قضية؟ يا ستي قضية وهتعدي قضية في شبك، هيتلفوا واللايات ويتزفوا وهم نازلين وانت هتاخدي 100,000 جنيه. مبلغ 100,000 جنيه ده مبلغ كبير قوي بالنسبة لي. حضرتك ما تعرفش انا عملت ايه عشان اجمع المبلغ اللي قبل، ولا ممكن اعمل ايه واخد وقت قد ايه عشان اجمع مبلغ زي ده. طب وانت عايز تعمل فيهم كده ليه؟ مالكيش فيه مصلحه وانت هيطلع لك فيها 100,000 جنيه. وبقيه الفلوس بعد ما تتم العمليه؟ هو اقنعني ان اي محامي شاطر هيقدر يطلعهم من القضيه دي وانهم ممكن يطلعوا براء. ممكن يعني عن فضيحة. الناس بتنسى كل حاجة. يا بنات جبت لكم الصابون المغربي، قوموا يلا عشان اعمل لكم الحمام. يلا. سهيتهم كلهم وسبتهم في الاوض ملفوفين بالبشاكير ورحت على باب سلم المطبخ عشان الرجالة يدخلوا منه. نيابة وطب شرعي ومحكمة ورجعنا البنسيون بعد كده بفضيحة. فقعدت كده كام يوم ورجعت نزلت له الشقة أطلب منه بقية الفلوس، لكن الحمار افتكر إن هو ممكن ينصب عليا وما يدينيش بقية فلوسي. ما أعرفش أنا عملت إيه عشان أوصل للفلوس دي، ولا ممكن اعمل ايه عشان اخد الفلوس دي. تمام في التسويق.
خدتي السكينة بتاعت بيرو وقتلتي بيها، وبعدين سحبته على المنور عشان ألخبطه، وبعديها نزلت على الشقة مسحت كل أثر الدم اللي كانت على الأرض، ومسحت بصمتي من كل حتة، ومسحت بصمتي من على السكينة، وخدت السكينة وطلعت بيها عند ليلو عند بيرو عشان أبصمهم على السكينة وهم نايمين، وبعدين خدت السكينة وحطيتها تحت السرير عشان تدوب منها، خدت السكينة وحطيتها تحت السرير عشان تدوب منها. قوليلي بقى كريمة، مين الراجل اللي خد منه الفلوس؟ بعد رفض محكمة النقض الطعن على الإعدام ورحت زرت ليلو وبيرو هناك، وليل طلبت مني إن أنا أودي سلسلة لبنتها، وهناك كانت المفاجأة اللي عمري ما كنت أتوقعها. الراجل اللي كان بيسلم الشنطة لعلاء هو دكتور خالد جوز ليل. ايه سواد القلب اللي انت فيه ده؟ مالك قلب تبيعي اصحابك بالسهولة دي وتلبسيهم قضية توديهم لحبل المشنقة؟ يعني احنا غالبا ما نفهمش الكلام ده، لا لا يبعوها وهي بيع جسمها مش هيبقى صعب عليها بيع صحابها. وعلشان ربنا ما بيرضاش بالظلم وبينصف الغلابة، ظهرت براءتنا، وفي التحقيقات اكتشفوا ان خالد اتفق مع الدكتورة الصيدلانية اللي كانت عندي في المستشفى عليا، ودخلوني السجن، ولما خرجت اطالب ببنتي كانوا حيودوني لحبل المشنقة. الطمع هو اللي خلى خالد يعمل فيا كده، والطمع برضه هو اللي خلى كوكي تعمل فينا كده، بس كان لازم اسال خالد سؤال واحد. بعتني ليه؟ انا بعت نفسي اصلا لما فكرت اتجوز ممرضه. الممرضه دي اشتريتك بعمرها كله. الممرضة اللي انت بتتكلم عليها هي ائتمنتك وأمنت لك مستقبلك، اتدينت عشان تخلي منك بني آدم ودكتور محترم. هندزتها ايه؟ دخلتها السجن، وصلتها لحد حبل المشنقة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. أقولك ايه، سيبيني في حالي، انا مش ناقص. مش ناقص؟ هو انت لسه شفت حاجه؟ ده انت هتشوف ايام سودة في السجن زي اللي ورا تاني ظلم. دي الحاجه الوحيده اللي هتشفي غليل والنار اللي جوايا. روح يا شيخ، الهي ربنا ما يرحمك لا دنيا ولا اخره. نروح اي مكان فيه بحر وننزل بهدومنا، فاكرين؟ اه. ادي ربنا بعت لنا فيلا فيها حمام سباحه. عملك يا رب. حلوه قوي. هنستنى بقى الصيف. هي دي حكايتنا، بدات بسبع بنات وختمت بسبع بنات. حكايه بنات بانسيون صفيه شيشه.